له الملك وله الحمد. الله على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك نتوكل وبك نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألخص في شروط النصر فأقول: أن الشرط الأول النصر هو الإيمان الصادق والعميق الذي يتحول إلى عمل صالح وسلوك نظيف، إيمان صادق وعمل صالح وإعداد مادي للقوة وتضحية وصبر وإخلاص ووحدة بدل الفرقة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير دم، ولو نطق الزمان كان هجانا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. مع الاسف امراض خطيره تخرب بين المسلمين، تخرب بين المسلمين هذه الامه، وان انتكست وان ذلت وان سقطت قد تنتكس الامه مره، ولكنها لا تفنى ولا تموت. لماذا؟ لان فيها من روح محمد صلى الله عليه وسلم، ولان فيها من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولان فيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنه عظيمه يشيل فيها اكثر من 100,000 بند، من انفراس الزوجيه الى العلاقات الدوليه. سنه تشمل كل نواحي الحياه بتفاصيل عظيمه جدا. هذا الدين عظيم، دين رائع، امه ساكنه، امه طائره، أمة في أصل الفكرية، أمتكم هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. الأمة منتصرة بإذن الله، النصر قادم والنصر آت بإذن الله. شوية صبر، شوية تضحية، تضحية المال وتضحية الغالي والنفيس. مع الأسف فما ناس ما يفهموش عن التضحية. ثم شكون يخلو بماله مباشرة التضحية؟ يعني التضحية بالنفس، يعني أن يقدم نفسه شهيدا في سبيل الله. التضحية بالمال، والتضحية بالبر، والتضحية في طلب العلم، والتضحية بالصبر بالأخلاق. الإنسان يضحي حتى في الطريق، تخلي الممر الشيخ مثلا وتخلي ممر الكلام، وتضحي ذاك الزواج ذاك السموم اللي الإنسان يسب فيها ودخل الدم نتاعه، يضحي بالثمن نتاعه باش يشري شيء من الأولاد من الورد والحليب، ولا يشري به كتاب نتاع مطالعة ينتفع به ولده ولا بنته أفضل من يزور روحه ويزور ماله. أغلب العلماء كانوا ماشيين في معناها الكرامة اللي تدخل فيه، لأن أغلب يشوف التحليل، يعني الطب تقدم وأثبت أن الدخان معناها عنصر أساسي في ظهور مرض السرطان، سرطان العشب والرئتين والضلوع والأنف والفم. ضرس معناها الانسان ينفق ماله، وصح من اجل الشهوه عاطل. الانسان الذي لا يستطيع ان يقف امام شهوته، لا يستطيع ان يقف امام الاعداء. الانسان يمشي يقف امام نفسه، هو غير قادر ان يقف امام نمله. فبالتالي نحتاج الى نوع من الجهد. من عرف الدنيا لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء، وقد جعل الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا من عطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يومه شره فهو ملعون، ومن لم يكن أمره إلى زيادة فهو إلى نقصان، ومن كان أمره إلى النقصان فالموت أولى به، الذي يضحك من أشقيه، ويأكل من أبغيه، وينام من أجفنيه. هيهات هيهات أن يكون في عداد المجاهدين الصادقين. ونحن اليوم في مرحلة الجهاد الدعوي، نحن بحاجة إلى الإسلام في بيوتنا، في أهلنا، في مؤسساتنا. هل ضحيت بشتي الوقت باش تعرف لي حقائق الإسلام؟ باش تعرف لي جمعة عن الإسلام؟ باش تعلم جارك الصلاة؟ باش تعلم الشخص اللي يعيش معك في المؤسسة نتاعك وتعيش معاه على سنوات وما تذكروش بواجباته الدينية فرائض؟ نحن نحتاج إلى هذا الجهد حتى ننصره الله عز وجل، وحتى نكون أهلا لنصرة الله ورسوله ودينه. اللهم يا رب
سبحانك يا رب اشهد ان لا اله الا انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اجعل رفقه فينا ومكائينا واستغفرك رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا في جنتك واكتبنا في الصادقين عنك واجعل اعمالنا خالصه من وجهك الكريم. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. انك لا تعلم في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عفوا من حوائج الدنيا والاخره يا بكر الا قضيت يا ارحم الراحمين يا قوي يا متين يا ناصر المظلومين يا قاسم المستكبرين يا امان الخائفين يا واصل المنقطعين يا مقيل عثرات المذنبين يا رؤوف بعباده الرحمن الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين ورد كيد الكائدين اهد شباب المسلمين واجعلنا مصدرا لهذا الدين يا رب العالمين. اللهم ان هذه امه محمد تشكو اليك ضعف قوتها وقله علمتها وهوانها على الناس يا ارحم الراحمين. انت رب المستعفين وانت ربنا الى من تكيلنا الى بعيد تجاهلنا والى عدو ملكنا وامرنا ان لم يكن بك غرض عليك فلا نبالي ولكن عافيتك هي اوسع لنا. تعوذ من لوجهك الذي اشرقت له الظلمات وسلم عليك لا تنزل بنا غضبك ولا يعز علينا سخطك. لك العتق حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم يا واسع الكرم يا دافع النقم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا اعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا اول بلا بدايه الى اهل الدنيا يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم من لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العالمين.